أنا أقول لكم قصة شاب، اسمعوا يا شباب الأمة، والله الذي لا إله إلا هو إن هذه القصة كما أحدثكم وإني على يقين وحدثني بها عدول ومن سمعها ورآها وشاهدها. قبل أيام أو قبل أشهر تأتي الموافقة على إكمال طريق أبها الحجاز مرورا ببل الأحمر وتنومة والنماص وبل الأسمر حتى وصلت الشركة المنفذة للمشروع إلى منطقة يقال لها شمران. وصلوا إلى هذه المنطقة وهذه القرية فأوقف سير هذه الشركة مقبرة قديمة، مقبرة قديمة أوقفت إتمام هذا الطريق. ذهبت تلك الشركة إلى المحكمة في شمران ثم قدموا عليهم استدعاء يستفتونهم في شأن هذه المقبرة التي وقفت في إتمام الطريق. أحبتي الكرام، صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء بتغيير أماكن هذه القبور، شكلوا لجنة. أحبتي الكرام، آخر من دفن في هذه المقبرة قبل 30 سنة، بالله يا أخوان بالله تأملوا معي في هذه القصة، آخر من دفن في هذه المقبرة قبل 30 سنة، شكلوا لجنة من المحكمة ومن هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومن البلدية ومن أعيان القبيلة لنبش هذه القبور وتغيير أماكنها. بدأوا في عملهم، أخذوا ينبشون القبور قبرا قبرا تلو قبر، ما يجدون في هذه القبور إلا روائح منتنة ورفات العظام. آخر من دفن في هذه المقبرة قبل 30 سنة، وقفوا على ذاك القبر، بدأوا ينبشون التراب من على ذاك القبر. أحبتي الكرام، عيشوا معي هذا الواقع، والله كما أحدثكم ينبشون القبر على صاحبه حتى وقفوا على اللحود والصلايا، أبعدوا تلك اللحود وإذا بالجميع يكبر، وجدوا صاحب القبر في كفنه كما هو، ما تغير الكفن، أبيض ورائحته طيبة زكية فضلا عن من هو داخل ذاك الكفن. أخرجوه من قبره والجميع يكبر، الله يا الله من هو سعيد الحظ الذي داخل هذا الكفن. أخرجوه من القبر ثم انفتحوا الغطاء عن وجهه، وإذا بأعيان القرية والقبيلة يعرفونه، هذا فلان ابن فلان، هذا فلان ابن فلان مات قبل 30 سنة، هذا فلان ابن فلان مات قبل 30 سنة. والله يا أحبتي ما تغير وجهه، هو جسمه هو ما تغير، كفنه هو ما تغير. أخذوه وحملوه ثم ذهبوا به إلى أبيه، أبوه لا زال على قيد الحياة، طرقوا الباب على أبوه ثم أدخلوا الولد على الأب، فتح الغطاء عن وجهه ثم جعله في حضنه وفتح الغطاء عن وجهه وأخذ ينظر إلى ابنه ويقبله ويقول يا الله ما أعظمك، يا الله ما أكرمك، بعد 30 سنة تعيد إلي ما تغير منه شيء، تعيده إلي وما تغير منه شيء. حملوه وغيروا قبره ثم عاد الصالحون إلى الأب يسألونه ويقولوا للأب أسألك بالله على إيش مات ابنك؟ ليش هذه النهاية؟ 30 سنة ما تغير في قبره، 30 سنة رائحتها طيبة زكية كأن دفن اليوم أو قبل أيام، على أي شيء مات ابنك؟ اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا من ضيعت الصلاة. قال ذاك الأب والله إني منذ أن عرفت ولدي ما تأخر ولا فات تكبيرة الإحرام ولا فاته الصف الأول، والله إني من عرفت ولدي ما عمري جيت وصحيت لصلاة الفجر، أجي أصحي لصلاة الفجر وهو صاحي وتوضأ وذهب إلى صلاة الفجر، والله ما تعبني في قضية الصلاة، محافظ على صلاته، علشان كذا في قبره 30 سنة ما تغير. والله ما نسعد إلا بالدين، إلا بالطاعة، إلا بالعبادة، لن تسعدنا شاشات وقنوات، ولن تسعدنا مباريات وكأس العالم ومتابعته، والله لن نسعد يوم نعلق قلوبنا بغير الله، لا لا يا الغالي، لن نسعد إلا بالطاعة، إلا بالعبادة، إلا بالقرب
إلا بالقرب من الله. أسأل الله أن يجعل القلوب معلقة بقوله آمين.